عبارة عن محل أو باص متنقل عصير مندلينا. إجت الفكرة من أمريكا، أنا بقيت عايش في أمريكا. نقلنا هاي الفكرة من الحلم لأرض الواقع، كانت هي حلم عبارة عن حلم. بلشنا بالفكرة ب 1/8/2019 بعد معاناة مع ترتيب تجهيزات الباص، كانت النقل، القطع اللي جبناهم، الباص اللي استخدمناه. الباص اللي استخدمناه من إنتاج 69، خليناها تمشي على الشارع مرخصة مأمنة قانونية. نفضناه كامل إدهان، حطينا فيه مغاسل، ثلاجة، فريزر، كان مجهز كامل، كامل التجهيزات كتجهيز مطعم أو محل كوكتيل متنقل. بلشنا في 1/8 وكان إقبال منيح الحمد لله من الناس، حبت الفكرة. كان أول مشروع متنقل في نابلس والضفة. ممكن كانوا مشاريع سابقين قبل هيك، ولكن احنا تميزنا في الكواليتي، النظافة، الجودة. بعد ما الناس حبوا المشروع عملنا محل، أسسنا محل بعد سنة. مندلينا هي نوع من أنواع الفاكهة. احنا الاسم هذا عدنا 6 شهور واحنا نختار فيه، فيش حد مسمي هذا الاسم. الاسم غريب، بنحكي عربي وانجليزي نفس الاشي، فهي نوع من انواع الفاكهة المميزة اللي نحكيها والصيفية. التصاميم بناء على اللي شفناه احنا. انا لما بيت اسافر، الواحد لما بسافر فبشوف شغلات وافكار كتير غريبه، فمن السفر والترحال زي ما بيحكوها، فشفنا هاي التصاميم والحمد لله طلعنا في الوان واشكال وغريبه، يعني مش زي محلات الكوكتيل كانت، او فعملنا شيء جديد في البلد، اضافه حلوه كانت الحمد لله. المميز في فان مندلينا ومحل مندلين نفس الوقت، ما في سيربات بالمره، كله عصير طبيعي. ان كان الفواكه كلها طبيعيه، البرتقال، الجزر، التفاح، المانجا، الاناناس. في ناس عرضوا علي في العراق نفتح، فهذا من ضمن الصدمة اللي صارت، انه فل العراق. في ناس في امريكا عرضوا علينا، يعني هذا الموقف احنا بنحكي انه العراق كانت فكرة غريبة جدا. احنا بنفتح المحل من 10 صباحا للوحدة الفجران، الباص بنفتحه من بعد العصر برضه للوحدة. هي معروف دائما في الليل، احنا وقت المساء بعد الساعة 8 بيكون الإقبال الكثير، للساعة 10 11 12، وأيام بتمد بفترات الصيف للساعة 2، ووصلت معنا أيام للساعة 3 واحنا نكون في أرض الموقع. ففي إقبال بشكل وقت المساء، احنا بنحكي إقبال كبير. فعلياً الخطوة اجت من كتر إقبال الناس على العائلات على الباص عندنا، ففي ناس ما بتحب عفواً إنه تيجي تشتري شيء من الشارع، فبحبوا يشوفوا في مكان أو في محل. فمن كتر إقبال الناس والعائلات طلبوا، فالحمد لله عملنا المحل، وإن شاء الله في الخطة إنه نعمل تاني محلات إن شاء الله. إحنا بلشنا في التراخيص من وزارة المواصلات للبلديات للسلطة، واجهنا كتير للأسف إحباط كان كله، ما حدش إنه بيشجع إنك تعملي هاي الفكرة، ولكن الحمد لله رغم كل هاي الصعوبات واجهناها وعملنا الفكرة والحمد لله نجحنا كمان. حلم
حاليا ان شاء الله عندنا ثاني فان شغالين عليه، اوريدي عندنا فانين فشغالين عليه، وان شاء الله راح تصير سلسله ان شاء الله في نفس الترتيب في نفس الجوده في نفس كل شيء، المواصفات ان شاء الله راح تكون لا تخل عن اي مواصفه اطلاقا. احنا المشاريع اللي بنعملها بنحاول قدر الامكان نوظف اكثر قدر من الشباب، وفي عندنا مشاريع ثانيه حاليا شغالين عليها شغل صبايا كمان وستات بيوت، فاحنا بنحاول زي ما بيحكوها نخفف البطاله. احنا مش معانا عصا سحريه، ولكن عندنا الحمد لله عندنا قسم كبير من الشباب بيشتغلوا معيلين لاسرهم، بيداوموا بجامعاتهم بيدفعوا للجامعه من الشغل هذا، وعندنا عائلات وستات معيلات لأسرهم كمان نفس الإشي، فشغالين عندنا في هذا الموضوع. فإحنا بنحاول نشغل قدر أكبر من الناس بشكل عام، وإنه يكونوا يستكفوا في هاي الرواتب كمان، مش بس إنه إحنا بدنا نشغلهم بس عشان نشغلهم أو نعد عدد، ولكن انه يكون يستكفوا بالرواتب اللي باخذوها ويقدروا يعيشوا حياه بدون صعوبات. انا اشتغلت في مجالات كثيره، يعني من انا عمري 7 سنين وانا بشتغل، يعني انا اشتغلت على بسطه وانا صغير في بيت في الصف الاول، اشتغلت في البنى في الإصارة، اشتغلت في الشوارع كزفتة شوارع، اشتغلت كتير في المعمار، اشتغلنا في التجارة كمان، اشتغلت في شركات موظف ومشرف مبيعات في عدة شركات كبيرة في البلد الحمد لله، واشتغلنا برا البلد كمان نفس الاشي، فبقيت مدير في إحدى المشاريع الكبيرة برا البلد كمان الحمد لله. احنا شوف الحمد لله يعني فضل الله، لازم الواحد يكون في شيء لله تعالى. الفكره حتى محرجين على الشباب، تيجي الصبيه او شاب او تنتين مع بعض وبدها تشتري كاسه، فاحنا اوريدي بنقول لهم اعطوهم الكاسه الثانيه مجانا، فبتكون يعني بدناش نقول احنا لاغلب الناس، ولكن اللي بتذكروا الشباب في هذا الحكي فبيطبقوه. حتى اولاد صغار ايام بيجي معاه مثلا 5 شيكل شيكلين 3 فبنعطيه الكاسه وبنمشي الحمد لله. يعني أنا نصيحتي للشباب وبشكل عام نحكي كلمة عز الشباب، لأن البرنامج أتوقع هو اسمه عز الشباب، ما ييأسوا، يبتكروا، يشوفوا مشاريع جديدة في البلد، ما يعملوا كوبي بيست لأي مشروع موجود في البلد. مش دائما إنك تعمل التكرار أو تقلدي مشروع بنجح، فبدنا أفكار جديدة في البلد. في عنا شغل وعنا حركة تجارية إحنا في البلاد بشكل عام أحسن من أي مناطق تانية الحمد لله، فأهم إشي ما يكون عندهم يأس. والله يوفق الجميع.